اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار شرق اوسطية. مفاجأة ميدانية غير مسبوقة في حرب اوكرانيا وروسيا، او على الاصح حرب الناتو وروسيا. الامر يتعلق اليوم باطلاق السوخاي 34 لصاروخ كينجل الفرد الصوتي. هذا هو التطور الاستثنائي الذي جعل من المفاجأة الأوكرانية بضرب TU-95، وبعدها مباشرة وجدنا TU-22 عبر درونات، إما ضرب المطارات التي تحتضن الطائرات الاستراتيجية، أو على الأقل ضرب هذه الطائرات مباشرة عبر الدرونات النازلة. أوضحنا في فيديو سابق كيف غطت روسيا أعلى TU-95-160 وTU-22، أو ما يسمى بالطائرات الجو فضائية. لكن المفاجأة الآن أن كل طائرة اليوم للسوخاي 34 يمكن أن تحمل اليوم الكينجل. هذه هي المفاجأة، إذ يحاول الآن وعبر الحرب الإلكترونية، تجهيزات الحرب الإلكترونية، وأيضا بالنسبة للمركبات المنتشرة في أوكرانيا والتكنولوجيا الموجودة، إمكانية ضبط كينجل فور انطلاقته في أي كان. فالمركبات الحالية في أوكرانيا للناتو تجعلنا أمام تدقيق لحالة كينجل ومعرفة هل انطلق كينجل من أي مطار ومن أي قاعدة روسية. هذا له ترتيبات تقنية سنوضحها في فيديو مقبل. مهم جدا الآن أن نؤكد أن حالة طيران طائرة معينة من TU-22 أو الـ95 أو الـ160 كلها شاركت بشكل كامل في إطلاق الكينجل. الآن هناك المفاجأة الأخيرة أن السوخاي 34 الآن لا يمكن ضبط أي طائرة تطير بكينجل. وهكذا فالذي كان يبحث وبشكل واضح عن الطائرات الجو فضائية، فاليوم هناك صعوبة لأن المقاتلات من طراز السوخاي 34 أخذت كينجل أيضا وتقصف به. إذن الامتياز الأول هو أن جميع المركبات للنيتو والتي تضبط كينجل منذ حالة إطلاقه مع أي TU-22 95 و160 الآن لا يمكن فعل ذلك لأننا أمام السوخاي 34. إذن هذه هي النقطة الأساسية الأولى. النقطة الثانية والأكثر أهمية، أن السوخاي 34 في إطلاقها اليوم جرى هذا الإطلاق وبمفاجأة أوكرانية وللنيتو، وأوضحنا أن هناك 25 نظاما للدفاع الجوي في أوكرانيا، أي تجريب أو العمل عبر 25 منظومة للدفاع الجوي في أوكرانيا، أصبحت اليوم في حدود 27. ومع كل هذا فهذه المنظومات كلها أصبحت خارج أي تشغيل، أصبحت خارج التشغيل مباشرة بطيران كينجل فوقها بالسوخاي 34. وهذا هو التطور الاستثنائي الذي لاحظه اليوم الخبراء للنيتو من جهة أمام كثرة الـ 34، السوخاي 34، عدم إمكانية ضبط من أين يأتي كينجل الآن، خصوصا إن كان بالسوخاي 34، وأن نجاح كينجل في السوخاي 34 بنفس نجاح TU-22 95 و160. إذن أمامنا اليوم مقاتلات من أحجام عالية تسمى مقنبلات استراتيجية، وأمامنا مقاتلات. هذه المقاتلات اليوم يمكن أن تستخدم كينجل. وأهم من هذه المفاجأة، فإن هناك مفاجأة كبرى ورهيبة بالنسبة للنيتو،
أن لا تعديل ولا تحديث ولا تغيير ولا شيء يحدث للصخوي 34 وهي تستقبل الكنجل. كنجل تستقبل دون أدنى عملية باتجاه الصخوي 34. تأخذ الصخوي 34 تضع عليها الكنجل ويمكن أن يعمل عليها. وفي نفس الآن فهناك إمكانية تعطيل جميع الرادارات. هذا الذي حدث في قصف اليوم بشمال أوكرانيا، قصف الشمال، ضربة الشمال والتي جربت بالسخاي 34 الآن هي التي خلقت ضجة كبيرة للغاية، ولا أحد إلى الآن يستوعب لماذا تحديدا مثل هذه المفاجأة في هذا الظرف ولأي حسابات. هذا الذي يمكن اليوم استقراؤه من خلال 5 خلاصات. الخلاصة الأولى أن السخاي 34 أتت للتأكيد على عدم إمكانية ضبط طيران أو انطلاق صاروخ كنجل وضبطه عبر مركبات الناتو، وذلك لأن السخاي 34 وهذه المركبات موجهة تماما لما سمي بالمقنبلات الاستراتيجية، فإن الوضعية اليوم اختلفت جذريا والمركبات لم تشتغل. المسألة الثانية هناك عزل راداري كامل. المسألة الأخرى والأكثر أهمية أن جميع أنظمة الدفاعات الجوية 25 والـ 27 25 وأيضا ما أضيف في 10 أيام الأخيرة، سنجد أن هناك حالة توقف أو إخراج عن التشغيل، توقف بشكل كامل للرادار أو في اتجاه آخر عدم التشغيل أو إعطاء أن هناك عدم تشغيل. وفي الحالتين لا يزال إلى الآن ما بين هذا النمط وذاك لم يتضح بعد ما هي هذه الأنظمة وتلك، إلا بعد دراسة قد تكون معمقة من أجل معرفة لماذا أعطى هذا النظام عدم التشغيل والآخر خرج عن الخدمة أوقف بشكل كامل. المسألة الأخرى والمهمة جدا أن سخوي 34 جعلت من جميع الصواريخ لكنجل تطير مع طائرة واحدة وتصل إلى الهدف وتعود السخاي 34، فيمكن للهدف أن تطير لأجله هذه الطائرة لهدف تدمره بشكل كامل، وهي تعرف أن الكل في حالة من عدم التشغيل بالنسبة للأنظمة تقصف ثم تعود. وهذا الذي حدث مع مركز هام للقوات الذي قصف، وكان مهما جدا أن يقصف وتقصف المخابرات الأوكرانية في شمال أوكرانيا انطلاقا من بث هذه الرسالة أن السخاي 34 حققت ما يجب تحقيقه بهذه الضربة. المسألة الخامسة أن السخاي 34 الآن وأمام عددها وأيضا رفع العدد ب1300 كما صرحت المصادر الأوكرانية، ماذا هناك؟ عندنا حوالي 1300 من الصواريخ المتقدمة أو العالية الدقة ستنتجها روسيا من الآن وإلى نهاية هذه السنة. هذا تقرير للاستخبارات الأمريكية منقول بالأوكرانية ونقلنا كل مصادره في فيديوهات سابقة. اليوم هذه 1300 سنجد أمامنا على الأقل هناك 400 بين 350 و400 طائرة من السخاي 34. إن سلمنا جدلا وافتراضا بصاروخين لكل طائرة وأطلقنا 400 طائرة وبالكنجل، ماذا ستجد في أوكرانيا سوى الرماد؟
هذا هو الشيء المؤكد، لأن حالة الإصابة لـ400 هدف، وهذا الهدف 100% محقق، يعني ضربه محقق، وبالكنجل إحراقه يتجاوز كل ما هو منصوص عليه يمكن في هذه الحالة. إطلاق هذا العدد عبر هذه الطائرة والوصول إلى إظلام كل أوكرانيا، يعني ضرب البنية التحتية الطاقية بشكل كامل وإخراج أوكرانيا عن كل ما يتعلق بالطاقة، هذا شيء محتمل. الشيء الثاني، ضرب جميع القيادات، أي تسلسل القيادي من الجبهات وإلى كييف أو لفيف أو أيضا في سومي أو في أوديسا، كل هذا قد يدمر، لأننا أمام 400 هدف سيصعد إلى 800 هدف أمام كل طائرة لديها صاروخين. وفي هذه الحالة سنصبح أمام من 400 إلى 800 هدف، وإن تحقق مثل ذلك عبر السخاي 34 فكل الكنجل وكل ما يتعلق بأشباه كنجل، يعني ما سمي بالصواريخ التناظرية لكنجل، وهي تؤدي نفس مهامه تقريبا وبمستويات متقدمة، في هذه الحالة فإن هذه الصواريخ التناظرية إن وصلت إلى 236 كما هي الآن وصعد رقمها إلى حدود 300 بالإضافة إلى 800 للوصول إلى 1300، هذا يعني أننا أمام تدمير شامل لحوالي 1300 هدف كله عبر السخاي 34، وهكذا يصبح الكنجل جزءا من ترسانة المقاتلات ولا داعي إلى المقنبلات الاستراتيجية أو الطائرات جو فضائية، سنحتفظ فقط بالمقاتلات وأمام الأهداف التي سلف أن ذكرنا، وبالتالي فإن أوكرانيا قد تصبح رمادا ليس بالخيار النووي وإنما بخيار آخر فاجأ الجميع، أن سخاي 34 تضرب كنجل وأيضا تعطل أو تخرج عن الخدمة والتشغيل مركبات، كل المركبات وبشكل واضح للنيتو 27 الآن المشغلة في أوكرانيا. هذا الذي يمكن أن نؤكد معه أن هناك ترتيبا آخر مفاجئا في ساحة الحرب الآن. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.